كانت عندها منظومه في الملاعب ضربت بعد 2011. بمعنى قبل ثم حاجه اسمها ارشاد رياضي، هاني نعطيك صحيح الارشاد الرياضي انك تبدا تعمل كوليكت نتاع انفورماسيون نتاع معلومات، هذو باش يكسروا، هذو باش يتعاملوا، هذو باش كذا. وكان زاد ثم قرار باهي في عهد بن علي، خليني من الحريه حقوق الانسان، خليني تحكي لي. كانوا ثم قبل عباد اللي هي مخربه في كره القدم، كان يجي للمركز يحطوه وبعد يروح في العشيه نحات. اليوم كان قبل في الفيراج تلقى الشرطه العدليه في الخدمه. اهم جمله اللي قلتها طبعا كانوا مخربين اساميهم قيد بالسيف يحضر وقت الماتش يحضر وبالتنسيق مع الهيئه. ثاني شيء قبل كان ثم فرق الشرطه العدليه كلها موجوده في الفيراجات، خاطر في الشرطه العدليه هو يتعامل مع الفصائل، سامحني في الكلمه، يعرف فلان وفلان 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 وفلان، حتى باش لما باجي هذه كلها المنظومه الكل طاح. شو ولا موجود اليوم في الاستاد؟ اليوم ولا موجود في الاستاد ازاي؟ وموجود الجماهير. حاجه اخرى احنا ما وكبناش بها، المخزن هذا ديما موجود، هذه اللي فيه التراكتور وفيه كيفاش مش مامن.